أنا صالح من إريتريا ولاجئ في مصر، وهذه قصتي. درست هندسة ميكانيكية واشتغلت كمدرس في بلدي، وأنا من محب اللغة العربية والأدب العربي، ولكن لسبب مرحلة اللا حرب واللا سلام في بلدي ما استطعت أن أمارس حياتي بشكل طبيعي، وما استطعت أن أطور مهاراتي، لذلك هربت من بلدي وأتيت إلى مصر. بما أني أحب العمل التطوعي وأحب أساعد أبناء بلدي، بدأت كمدرس بعمل تطوعي تدريس أطفال من اللاجئين من بلدي، ومنه بديت أدرس في مدارس كثيرة حتى أصبحت مرشد مجتمعي أشتغل مع المجتمع الإريتري اللاجئ في مصر. وبما أنه أحب القراءة وأحب أمارس الرياضة، يعني لقيت فرصة أطالع على كتب وأقرأ كتب كثيرة هنا في مصر. الضغوطات والصعوبات والحاجات السلبية التي تتعرض لها هي التي تخلق منك شخصيتك الأصلية، لذلك استمر في حياتك ولا تلوم أحد في حياتك، لأنه أنت بتاخذ قرارك وانت اللي بتطور نفسك. زي ما يقول الكاتب ستيفن كوفي، ابدأ بآخر حاجة في حياتك، لأنه انت بتخلي سيرة حلوة وضع بسمتك، يعني ابتسم وعيش حياتك دائما واستمر في تطويرها.